الدين الإسلامي مراتب ثلاثة، ثلاث درجات. إسلام لنا درجنا عدوهم بوخ. المرتبة الأولى الإسلام. حلغر درجة إسلام دو. والإسلام أركان خمسة، أركان الإسلام خمسة. إسلامي قو أركان قو ركن يوم قي ركن يوم بوخ. المرتبة الثانية الإيمان وأركان الإيمان ستة. شولغ درجة إيمان دو عنتنا يعل ركن يوم. المرتبة الثالثة الإحسان والإحسان ركن واحد. قوله درجة إحسان دو إحسان تعركن يوم. نعم. الدليل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان حديث جبريل عليه السلام. الدليل لأت إسلاما ركن شاء إيمانا ركن شاء جبريل حديث دون عليه السلام.